السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بهذه الدورة للـ Object Oriented Programming بـ C++ احنا أخذنا بمجموعة الدروس اللي قمنا بشرحها مسبقاً للـ Object Oriented Programming. هذا يعتبر هي أساسيات للـ Object Oriented Programming. Object Oriented Programming في C++ لا ينتهي لأنه لغة أصبح 30 سنة تقريباً عمرها، وهذه اللغة قوية جدا، جميلة جدا، ومتشعبة جدا. لن يتم شرحها بجزء أو جزئين أو ثلاثة، ممكن نصل لحد آلاف الفيديوهات في C++، لأنه إحنا نعرف 30 سنة أكيد في تغييرات كثيرة حصلت في هذه اللغة وتشعبات كثيرة حصلت في هذه اللغة. هذه الدورة كان هي فهم الأساسيات للـ Object Oriented Programming وكيف تتعامل مع الـ Object Oriented Programming وما هو الـ Object Oriented Programming. راح تنتظرون من عندي الجزء الثاني اللي هو كيف نتعامل مع الأوفرلودينج في الأوبجكت أورينتد بروغرامينج، وكذلك ناخذ فكرة العلاقات في الكائن، منها العلاقات بين الكلاسز، ومنها مثلا الأجريجيشن أو الديبندنسيز أو حتى الحاويات للكلاسز اللي هو كونتينر كلاسز. أضف إلى ذلك أيضا حنشرح عن فكرة الانهيرتانس الوراثة، كيف يتم الوراثة في داخل C++ والفيرتشوال فانكشنز، وأيضا التمبلتس والفيكتورز. هذه المواضيع كلها من ضمن الـ Object Oriented Programming لـ C++. الجزء الأول من Object Oriented C++ انتهى وانت اجتازيتها، مبروك عليك. يحتاج لك أنه شو تدقق في هذه المواضيع، حاول تراجع الأمثلة أكثر من مرة، حاول تقرأ هذه الأمثلة أكثر من مرة. اليوم ألاحظ كثير من الناس يجي يطبق هذه الأكواد، وكثير من الاستفسارات تصلي أنه تيجي يطبق هذه الأكواد، نفس الأكواد Copy Paste بيظهر عنده غلط. ليه؟ لأنه بيستعجل أو يقرأ هذا بيحس أنه هو فهمه وبينتقل لموضوع آخر. لا، ممكن أنت درس واحد من هذه الدروس يوم يأخذ من عندك يومين ثلاثة. لا تستعجل، لما تمر من درس وتنتقل لدرس آخر لازم تحط في بالك أنه ما ترجع لهذا الدرس مرة أخرى. فإذا لازم تفهم الدرس ليس حفظ. حفظ الدرس صعب جدا، يعني أنه أنت توصل لقوة في C++. نفس الوقت المفروض من عندك انه انت تنشأ، لازم يكون عندك فكرة، لازم يكون اليوم لغات البرمجة ليست بيانو انت تقعد وتجلس على الكيبورد وتبدي تكتب وتطبع. لا، لازم يكون عندك شيء تفكر مع نفسك في C++ كيف تحل مشاكل. انت اليوم عندك مشاكل كثيرة يومية لشركات، حاول تفكر مع نفسك، حاول عن طريق هاي الاساسيات اللي انت اخذتها مع Object Oriented Programming حاول تبني شيء. لا تنتظر من شخص انه يوجهك يقول لك مثلا انت روح اعمل هذا الفكرة. لا، حاول انت تكتشف هذا الفكرة، حاول انت تصنع هذا الفكرة. اكيد باطرافك حواليك في بيتك في منضدتك في شركتك اكيد في مشكلة معينة، ممكن انت تبني هذه الخوارزمية لهذه المشكلة، وبعد ذلك تجي تفكر كيف تجي تعملها variables، كيف تجي تعملها functions، كيف تحول هذا الفانكشنز والvariables في داخل كلاس، وكيف تربط هذه الكلاسات مع بعض، وكيف تعرف تعملها تطبيق متكامل. يعني المشوار يبدأ بخطوة، لا تجي انت رأسا هذا كيف يتم صناعته وصعب جدا وهاي. لا، انت ابديها بالخوارزمية، الزم قلم وورقة بإيدك وابدي اكتب. يعني مش تكتب الكود، لا، ابدي ارسم، ابدي خطط، وبعد ذلك حاول هذا التخطيط تبسطها أكثر، بسطها أكثر، بسطها أكثر، اعمل على شكل دوائر، مستطيلات، خوارزميات اعملها. يعني مش شرط إلا أنت تنفذها في C++، لا، اعملها على شكل خوارزميات، اعمل دوائر، اعمل مثلثات، اعمل مستطيلات ورسم فيها. تقول أنه مثلا أول مرة البرنامج يشتغل بهذه الطريقة وبعد ذلك يتحول لهذا الخطوة، الخطوة الثالثة، الرابعة، الخامسة، السادسة، وهكذا من الأمور. يعني أنت تحدد المسارات، بعدين كيف تحول هذا الأشياء إلى ورقة ورقية، تحولها إلى مثلا الكمبيوتر، تجي مثلا هذه الأشياء مثلا تقسم مشروعك إلى مجموعة خطوات، في هذه الخطوات تحتاج هذه المتغيرات وهذه الدوال، في الخطوة الثانية تحتاج هذه المتغيرات وهذه الدوال، في الخطوة الثالثة تحتاج هذه المتغيرات وهذه الدوال، وكيف في كل خطوة مثلا ممكن تعمل كلاسات في داخلها وتجي تستخدم هذه الكلاسات مع بعض وتستخدم الفانكشنات في داخلها. حتحس نفسك بعد كم يوم من صناعتك للمشروع حتتفاجأ، حتقول أنا معقولة صنعت هذا المشروع؟ مستحيل. ليه؟ لأنه أنت بديت من الصفر، من أول خطوة بديت تكتب تكتب تكتب، بتحس نفسك أنه أنت في نهاية المشروع مش حتصدق أنه أنت كملت هذا المشروع بالكامل. لا تنظر للمشروع حجمه الكبير في البداية، لا، حاول تفتت هذا المشروع قدر الإمكان، قسمها
دائما احنا حتى في الاكل او اي شيء لما تيجي تاكل طعام او فد شيء ما تستطيع تاكلها كلها مره واحده، شوي شوي. نفس الشيء لما تيجي انت تنتقل بالدرج، نفس الحاله، خطوه 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 تصعد الدرج. نفس الشيء في البرمجه، لما انا اجي افكر شيء معين في الحياه احولها الى لغه برمجيه لن ينفع انه انا اجي اريد اصنع انسان بالكامل، اجي اخذ الانسان يلا تعال اصنع انسان. لا، اول شيء لازم اجزأ هذا الانسان. هذا الانسان عنده يدين، رجلين، عنده العين، عنده الخشم، عنده الاذن، عنده الشعر والى اخره. افصخها، كل جزء من هذه الاجزاء اللي قمت بتكسيرها اجي اعمل له اوبجكت، اجي اعمل له ميثود، اجي اعمل له فانكشن، اجي اعمل له متغيرات. في الاخير لو اجمع كلتها حيطلع عندي الانسان. فاذا انا بداية مشروعي كيف اكسر هذا المشروع، كيف اجزأ هذا المشروع الى اجزاء صغيرة. وكل ما تاخذ جزء، يعني انت عندك مشروع قسمت الى 4 اجزاء، حتى هذه 4 اجزاء حاول كل جزء منها تقسمها لاجزاء صغيرة، تقسمها لاجزاء صغيرة لحين ما تحس، لحين انه تحس نفسك تستطيع برمجة هذا الجزء، ابدأ ببرمجتها. هيك في افكار حتتولد عندك في داخلك وحتستطيع تعمل مشاريع كبيرة. هذه النصائح اللي اعطينا لك في C++ خليها في بالك، افهم C++، لا تحفظ الاكواد. ما في العالم مبرمج حافظ كل الاكواد بما فيهم انا. احنا بنفهم الكود شو بيعمل. اليوم انا لما اشتغل في مشروع، لما يقول لي داتابيز او هذا الشيء، بعرف انه انا هحتاج جزء من هذه المكتبه، جزء من هذا المكتبه، جزء من هذا المكتبه، وادخل على موقع C++ واخذ الاجزاء الكودات واربطها مع بعض واعمل تطبيق. لا تتصور انه في انسان في العالم يستطيع حفظ كل الاكواد لكل اللغات، صعب جدا. حفظت بعد كم يوم نسيتها، عادي جدا لا تقلق. المهم انت فهمت ما هي وظيفه هذا الداله، ما هي وظيفه هذه المكتبه، كافي انه انت تفهمها. لما تيجي انت على مشروع راح تتذكر انه انت عندك هذه المكتبه تعمل لك هذا الشيء، اذا تاخذ هذا المكتبه وتيجي تعمل عليها تعديلاتك. هذه مجموعه نصائح حتفيدك في مشروعك في السي بلس بلس. اضف الى ذلك انا ممكن اعطيك مجموعه كتب مهمه جدا في السي بلس بلس. عندك ذا سي بلس بلس بروجرامينج لانجويج الفورث اديشن، كتاب جدا جميل، دوراتي بنت على هذه الكتب. عندك السي بلس بلس بروجرامينج لانجويج، هذا الكتاب موجود في الامازون، ممكن تحصله ايضا يمكن مجاني على الانترنت. هذا الكتاب جدا جميل، يعني بيحتوي على مجموعة أشياء، مثلا Table of Contain، لاحظ بيحتوي على الـ Basics، حتى أشياء أتصور فيها الـ Object Oriented، الـ Standard Library مثلا، لاحظ الأشياء كامل موجود فيها، Classes مثلا، Constructor. وفي عندك أيضا كتاب آخر اللي هو C++ Beginner to Pro، من المبتدئ إلى المحترف، دليل. هذا أيضا كتاب جميل جدا، أيضا لو تجي على محتوياته لاحظ أنه بيعلمك من البدايات كل الأشياء، وبعد ذلك ينتقل ايضا للاوبجكت كونسبت، للاوبجكت اورينتد بروجرامينج. لاحظ هنا عندك الكونتينر والالجوريثم وهذه الاشياء، المكاتب، البوينتر، سترينج، الاراي، جميل جدا هذا. عندك ايضا كتاب اخر اللي هو سي بلس بلس برايم بلس، هذا ايضا بيشرح لك، لاحظ مع الكلاسز، الدايناميك ميموري الوكيشن، انهيرتنس، هذا كلش متقدم هذا الكتاب، وممكن تستفاد من عنده كثير 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 هذا الكتاب. اذا في عندك الكتاب اللي هو سي بلس بلس برايم برايمر بلس، النسخة السادسة للديفلوبر لايبرري. وفي عندك أيضا كتاب C++ Beginner to Pro Guide، وفي عندك أيضا كتاب آخر اللي هو C++ Programming Language 4th Edition. فممكن أنه أنت تبحث عنها في الأنترنت، ممكن تلاقي الـ PDF لهذا الكتاب وهذا الكتاب مثلا أو هذا الكتاب. هذا الكتاب جدا رائع جدا رائع، يعني انا باخذ من هذا الكتاب، طبعا امثلتي ما راح تكون مثل الكتاب، يعني لما تقرا هذا الكتاب امثلتي لا تشابه هذا الكتاب ولا الكتاب السابق ولا هذا الكتاب. ليه؟ لانه احنا اليوم لما نستخدم الامثله في داخل، لكن الفكره انا اخذت من هذا الكتاب. يعني الامثله اللي انا بستخدمها في الايكليبس مستحيل تكون نفس كوبي بيست من الكتاب. ليه؟ لانه ايضا انت في عندك حقوق، يعني ممكن هذا يعني يشتكي، لانه يقول لك انا كتبت هذا المثال، انت لازم ما تكتب نفس المثال، لا، تحور في المثال، تغيرها، تعملها بصيغه اخرى بحيث انه يخرج عن حقوق المؤلف. في هذه الحاله لك حق انه تقول انا هذا المثال الي. طيب، اذا هذه الكتب هي مهمه جدا في سي بلس بلس. لا تنسوا احنا في عندنا ايضا الجزء الثاني عن الاوبجكت اورينتد بروجرامينج، انتظرونا ان شاء الله قريبا حنعمل اوبجكت اورينتد بروجرامينج بالسي بلس بلس ادفانس متقدم. لهنا تقبلوا تحياتي عن المهندس محمد عيسى من العراق من مدينة كركوك، مع السلامة.